يعني الأوضاع هنا متوترة في جنوب الضفة الغربية، الآن تهديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل كانت الصورة على الهواء مباشرة، واعتدى المستوطنون المتطرفون على الفلسطينيين وقاموا بالاعتداء عليهم بالحجارة وهاجموهم. الآن نستمع بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمهل الفلسطينيين هنا لمدة 3 دقائق، إن لم تغادروا المكان سوف نقوم بقمعكم واعتقالكم وإلقاء قنابل الصوت والغاز، وهذا كما جرت العادة. الموضوع بأنه في هناك مسيرة للمستوطنين رفضا للتمدد الفلسطيني، هكذا هو الإعلان من قبل المستوطنين المتطرفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مواقعهم، رفضا للتمدد الفلسطيني في مسافر يطا وكذلك في جبال جنوب الضفة الغربية. هذه المسيرات عنوانها طبعا طرد العرب الاعتداء عليهم في مناطق مختلفة من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها. قبل قليل شهدنا عدد كبير من آليات الاحتلال العسكرية تتحرك على الشوارع الالتفافي، وبعضها حضر إلى هذا المكان، بالإضافة أيضا إلى جيش الاحتلال الذي انتشر في كل منطقة وبدأ يهدد في هذه الأثناء بعملية طرد الفلسطينيين والاعتداء عليهم وحتى اعتقالهم إذا لم يتم إخلاء المكان لمدة 3 دقائق والمهلة التي قاموا بإعطائها. سألت عن موعد المسيرة، حاولنا الاستفسار، لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة. في إعلانهم في تمام 4:30 بتوقيت مدينة القدس المحتلة، ولكن متى وأين وكيف سيمر المستوطنون المتطرفون؟ نحن نتواجد بين 3 بؤر استيطانية، يعني أبرزها هي معون، متسبيا إير وأفيغال، بالإضافة أيضا إلى مستوطنة خفاتاليا القريبة من هذا التجمع. يحاولون المرور ومسلك طبعا سير خط سير المسيرة من هذا المكان التجمع الذي نقف فيه، ولكن المسألة الأخطر والأكبر وما ينظر إليها الفلسطينيون هو عدم اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين وحماية المنازل، يعني من قبل لجنة الحماية والصمود وكذلك النشطاء الفلسطينيين وحركة فتح والدعوات التي كانت في مناطق مختلفة. ما هو أخطر؟ أن يهاجم المستوطنون الفلسطينيين ومنازلهم.